في شأن آخر، نفذت دائرة مجاري كركوك حملة شاملة في جميع مناطق وأحياء كركوك بهدف صيانة وإدامة شبكات الصرف الصحي. حملة دائرة مجاري كركوك بدأت منذ شهر أيلول الماضي وتستمر لغاية نهاية الشهر الجاري. مواطنو كركوك بدورهم أثنوا على جهود ودور إدارة محافظة كركوك ودوائرها الخدمية في الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هلقورت حسن معه المزيد من التفاصيل. قامت دائرة المجاري في كركوك بحملة تنظيف وصيانة المجاري في المدينة، حيث عملت الدائرة على تقسيم عمالها وموظفيها إلى 6 قطاعات حسب المناطق الجغرافية بكركوك. وقد بدأت هذه الحملة في شوارع وأزقة كركوك من بداية شهر أيلول وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، والتي تشمل المدينة بأكملها. كمديرية مجاري كركوك كل سنة قبل موسم الأمطار مديريتنا تقوم بحملة تنظيف المنهولات والفوهات استلام الأمطار، بحملة تنظيف والتي تقوم بها كوادر المديرية وبالآليات الموجودة في المديرية. وإحنا مدينة كركوك موزعها على 6 قطاعات، وكل قطاع بمسؤول القطاع ومجموعة من العاملين والآليات اللي يقومون بهاي الحملة. ونعم احنا بدينا بهاي الحملة قبل موسم الأمطار، وبالذات من بداية الشهر 9، والحملة تستمر لنهاية الشهر 11 حتى أثناء الأمطار ليصير تجمعات مياه الأمطار وفيضانات في الشوارع يسبب مشاكل للمواطنين. قمنا بإجراء حملة لتنظيف خطوط المجاري والمشبكات والمنهولات في كل قطاعات البلدية، وبالتنسيق مع مديرية بلدية كركوك، حيث تم مفاتحتهم بكتاب رسمي، وهم لم يقصروا في أداء واجباتهم بالتعاون معنا. والأعمال بدأ في الشوارع الرئيسية وكل الأفرع التي تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى تنظيف. مواطنون أثنوا على دور إدارة المحافظة بدوائرها الخدمية لعملهم الدؤوب خدمة للصالح العام. يعني كل سايت المحافظ الله يحفظه إن شاء الله، يعني دا يدير باله هواية على كركوك. والله هاي أسبوع أزيد خطية دا ينظفون هاي المجاري هنا. نشكركم ونشكر جهودكم، بارك الله بكم. نشكر مديرية مجاري كركوك حول تنظيف المجاري في محلة إمام قاسم، ونشد على أياديهم لخدمة أبناء محافظة كركوك من كافة النواحي، ومن ضمنها تنظيف المجاري في كركوك قبل هطول الأمطار. حملة تنظيف وصيانة المجاري التي تنتهي نهاية الشهر الجاري من شأنها العمل على انسيابية تصريف مياه الأمطار.